روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ما أدعو به؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أترككم برعاية الله، أترككم مع نفحات الله، أترككم مع بركات حضرة الله، أترككم مع العفو العام في ليلة القدر، وألقاكم مساء الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الصائمون، الليلة ليلة الصلح، الليلة ليلة العود إلى الله، الليلة ليلة العفو العام، فيها يقترب البعيد ويعود الآبق ويتوب المسيء وينادى على الخلائق: يا باغي الخير أقبل. منذ الساعة أيها الإخوة تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ترى، هل تعاهد ربك أن تترك الحرام؟ فلا يراك بعد اليوم إلا حيث أمرك، ولا يفتقدك إلا حيث نهاك. هل تعاهده على أنك ستتقن فرائضك فلا تتشاغل عنها ولا تتهاون فيها؟ كأني به جل جلاله ينادي عليك: عبدي، متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ومن أعظم مني جودا وكرما؟ عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي، فعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. فيا إخوتي، في ليلة القدر تعالوا إليه نعود.